مساء الخير عن جديد. ضمن هالفقرة رح نحكي عن حب الشباب وآلية علاجه، ولكن قبل ما نرحب بضيفتنا الدكتورة سلمى عليا رح نحكي عن دراسة متعلقة بالشيب، حيث أنه سعى الباحثون والعلماء دائماً للوصول لطريقة بتحارب الشيخوخة وأحد أبراز أعراضها اللي هو الشيب. خبراء أكدوا أنه نوع من الغذاء المتوافر بكل بيت ممكن يساعد بالتخلص من الشيب بطريقة سهلة وسريعة وحتى غير مكلفة، اللي هي بذور السمسم الأسود أو ما بيسمى بالعوام حبة البركة، من أفضل الأطعمة المضادة للشيخوخة لأنه بتحتوي على أعلى نسبة من الزئ. دكتورة إيفانا، شو رأيك بهذا الكلام؟ هلا أنا هذا الكلام فيني لخصه بكلمة صغيرة اللي هي الحجر اللي ما بيعجبك بيفجاك. عن جد هي هالقد هالحبة، بس فعلا هالحبة كتير مهمة. ليش؟ هلأ نحن مثل ما ذكرتي قبل شوي عن الشيخوخة، الشيخوخة شلون بتنشأ بالجسم الإنسان؟ في شيء اسمه جذور شاقة، الجذور تنشأ بسبب الأكلات الملوثة. صحيح. اللي نحن بناكلها واللايف ستايل تبعنا. صحيح. فنحن لما نتناول حبة البركة فيها فينولي، في أو مواد فينولية كبيرة كتير، تمسكها لهالجذور بتقول لها تعالي لك حبيبتي لهون، مو شغلتك أبدا بهالجسم، تعالي ناخذك مشوار ونطلعك، يعني ترتبط معها وبتطردك من السموم، فهي تعتبر كطارد سموم كبير كتير. عن جد هذا الشيء بيأخر هو الشيخ. ومثل ما بيقولوا اسمها مسمى حبة البركة، يعني عن جد كلياتها بركة. وهلا صار الوقت لنرحب فيكي دكتوره سلمى عليا، اختصاصيه بالامراض الجلديه. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك. اهلا فيكي دكتوره. اهلا وسهلا دكتوره. ببدايه الفقره خلينا نحكي عن موضوع بصراحه هو شائع كثير عند الاناث، سواء هن كانوا متزوجات او غير متزوجات، اللي هو حب الشباب. شو بنقصد نحن فيه؟ وبصراحه خلينا نكون واضحين، هو عن جد حب الشباب مرتبط بالشباب ولا ما له علاقه بالعمر؟ يعني من وين اجت هالتسميه؟ تمام. هلا حب الشباب هو بصراحه يعني واحد من اكثر الامراض اللي ممكن تواجه طبيب الجلديه بالعياده، يعني يوميا بيكون عنده الطبيب حالات للاصابه بحب الشباب. هلا هو اسم يعني تقريبا مو على مسمى، انه حب الشباب مو محصور ابدا بفتره الشباب، نحن ممكن نشوفه باي عمر. هلا بدءا من مرحله الوليد اللي هي اول شهر من الحياه، في عندنا كمان حب ممكن يصيب الرضيع، في عندنا مرحله الطفوله، في عندنا ما قبل البلوغ، وفي عندنا ما بعد البلوغ. فهو ابدا مو مربوط بفتره حب يعني فتره الشباب، بس هو الاشياء هي فتره مرحله المراهقه. طيب دكتوره، شو ممكن تكون اعراضه وكيف فينا نميز بينه وبين الرؤوس السوداء او اللي بنقولها نحن الزيوان؟ تمام. هلا اول شيء حنحكي نحن شوي عن تعريف حب الشباب، اللي هو حتى علميا اسمه العد الشائع. هلا العد الشائع او حب الشباب هو التهاب يصيب الوحده الجريبيه الذهنيه، احد تظاهراته ممكن تكون الشيء اللي عم تحكي عنه اللي هو نحن بنقول له الذقان. هلا الذقان له نوعين، ممكن يكون مفتوح وممكن يكون مغلق. المفتوح هو اللي بيتظاهر بالرؤوس السوداء، المغلق هو اللي بيتظاهر بحبوب ناعمه بتكون من لون الجلد. له تظاهرات ثانيه كمان، ممكن ياخذ شكل بثري، احيانا بنشوف بثور بالوش، ممكن ياخذ شكل حطاطات حماميه، ممكن يجي بشكل عقيدات ملتهبه، كيسات، له عده درجات وعده اشكال. دكتورة هلا نحن بصراحة بنلاحظ كثير من الأوقات إنه مثلا أمهاتنا رفقاتنا بيقولوا لنا لا تناموا بالميك اب بالليل أو قيموا، أو حتى مثلا شرشف المخدة نغيره على طول، أو لا تاكلي هي الأكلات الشوكولا بتزيدها كذا، هي اللايف ستايل وهالعادات كلياتها عن جد هي بتأثر بذور حب الشباب؟ تمام. هلا بالنسبة لأسباب حب الشباب، هلا هي أكثر السببين المتهمين بحب الشباب هن إنه يكون نحن عندنا فرط إفراز زهم، إنه البشرة بتكون دهنية زيادة، بالإضافة لجرثومة اسمها البربيونية العدية، هدول كأسباب متهمة بالآلية، بس في عندنا نحن محرضات اللي هي الشغلات اللي أنتِ حكيتي عنها. مثلا موضوع المواد المكياج اللي بتنام فيها الصبية، هلا هي ربطوها بحب الشباب بس كان الارتباط ضعيف نوعاً ما. بس الآلية المتهمة إنه هي مثل بتعمل طبقة كتيمة بتسد المسامات الموجودة بالبشرة، وبالتالي بتحرض لظهور حب الشباب. هلا بالنسبة للأغذية، أكثر أغذية شافوا لها علاقة بحب الشباب هي موضوع الحمية عالية السكريات، يعني أي شيء فيه نسبة سكر عالي. كمان شافوا الحليب بأنواعه سواء كان خفيف الدسم أو كامل الدسم كمان بيحرض لحب الشباب. بينما على عكس ما هو شائع إنه الشوكولا، الجبن، اللبن ما لقوا أبداً إلى ارتباط بحب الشباب، على عكس المعلومات السائدة بالمجتمع. هلا الاسباب الثانيه ممكن تكون مثلا هرمونيه، مثل مثلا مشكله ما بين تعدد الكيسات اللي هو واحد من اشياء المشكلات حاليا موجوده عندنا بالمجتمع. في عندنا كمان ادويه معينه، مثل مثلا الادويه اللي بياخذها المريض لموضوع الشعر او الاظافر بي 6 بي 12، كمان هي من المحرضات القويه لحب الشباب. هي كلها محرضات بس ما هي السبب الرئيسي.
يعني فينا نقول انه السبب الرئيسي هو خلينا نقول افراز الزهام. تماما. والعوامل تبعيه اللايف ستايل هي كمان هي محرضه. تمام. هلا على ذكرى دكتوره، كونه انت اختصاصك بالتغذيه دكتوره، يعني شو انت بتلاحظي من ممارستك اللي عن جد هو مرتبط كثير بالموضوع؟ هلا مثل ما قالت الدكتوره سلمى قبل شوي انه فعلا المجتمع عندنا نحن بيقولوا انه الشوكولا وهدول القصص والزيوت، وما اوعى تاكلوا بزر اسود ولا البزر مزبوط، هذه حكي هي ما دخل الاكل. انا دائما بقول للاشخاص، ما بعرف اذا انتم بتوافقوني دكاتره، انت طبيب نفسك، شوف هاي الاكله بتضايقك بعد عنها، هاي الاكله بتعمل لك حبه ما تاكلها، فنحن لازم نحن نراقب نفسنا. والغذاء اكيد مو بس للحب، وهو نحن برنامجنا اليوم او فقرتنا عن هذا الشيء، لا لا، هو الغذاء كثير مهم لكل الجسم لكل الامراض. متى ما كان الجهاز الهضم الجهاز المناعي تبعي قوي، لانه غذائي قوي، فانا بحمي حالي من كل شيء، ومن الحبوب ومن الكيسات ومن من صحيح كثير شغلات، يعني هي عباره عن سلسله خلينا نقول مرتبطه بقلب بعضها. تماما تماما. طيب دكتوره، نوعيه البشره بتلعب دور انه ممكن يكون معه حب او لا؟ طبعا. هلا هن شافوا انه الناس اللي عم بيكون عندها حب شباب عم بيكون عندها معدل افراز زهمي اكثر من بقيه الناس، فدائما ربطوا البشره الدهنيه انه هي البشره اللي اميل انه يصير فيها حب شباب. تمام، يعني كثير شيء مهم ممكن اكيد الافراز الدهني جدا. طب دكتوره، هلا بكثير من الاحيان نحن بنسمع انه علاجه الرتان، وبتلاقي العالم للاسف صارت تاخده من حالها حتى تماما. هو في علاجات ثانيه ولا عن جد هو حقيقه الرتان العلاج الاساسي؟ تمام. هلا نحن اول شيء قبل ما نحدد انه شو العلاج اللي نحن لازم نستخدمه مع المريض، لازم نحدد قد ايه هو شده الحب عنده. يعني مثلا علاج الحب الخفيف مختلف تماما عن المتوسط، مختلف عن الشديد. تمام. هلا نحن كيف بنحدد قد ايه هو شده الحب عنده؟ حسب عدد الافات. المريض اللي بيكون عنده عدد الافات اقل من 25 فنحن عم نحكي على حب خفيف، بين تقريبا 25 لل 125 هي نحن عم نحكي على حب متوسط، كل شيء فوق ال 125 افه وصار عنده العد شديد. هلا الاشد منه بشوي ممكن نحن ندخله صادات جهازيه، بنجي على الحالات اللي لسه اشد، هي وقتها ممكن ندخل الريتان، او الحالات الخفيفه والمتوسطه اللي ما استجابت على العلاجات اللي ذكرتها بيكون الريتان عندنا هو الحل النهائي، بس مو معناها اي مريض طلع له حبه او حبتين بياخذ ريتان، لا اكيد تدري صاروا بيعملوا تحاليل ياخذوا 10 كمان، هي عيارات لحالهم يعني كورسات بيعملوها كل سنه لحالهم. طبعا هلا هو اكيد دواء الريتان ما بينأخذ بشكل عشوائي ابدا، هو بده مراقبه لانه ممكن يرفع خباء الكبد، ممكن يرفع عنا الشحوم الكوليسترول، فدائما بده مراقبه مع الطبيب. صحيح. وما يتاخذ بشكل عشوائي ابدا. دكتوره، هلا صار في كثير علاجات امنه او فينا نعملها بالبيت او حتى بالمراكز، سواء تقشير كيميائي، فراكشنال سي او 2، ممكن مثلا ديرمابين، ديرمارول، يعني هي العلاجات الميزو، هل يا ترى هي علاج فعلا بتعالج الحبوب وبتعالج بشكل دائم، ولا هي بس وقايه وهي عباره عن نضاره او شيء اني ممكن يرجع الشخص يتنكس او ينصاب بالحبوب؟ هلا هي العلاجات اللي انت ذكرتيها هي فينا نعتبرها علاجات مكمله وليست خطوط علاجيه. تمام. اساسيه. تمام. يعني مثل علاج مثلا بالميزوسيرابي ممكن انه نحن بالاضافه للعلاج المنزلي اللي عم يستخدمه المريض نشارك له اياها، انه هي مثل علاج مشارك، او ممكن نستخدم بالحالات المريض بيكون مجرب كثير علاجات وما بقى بيستفاد على شيء، ممكن انه ندخل له الميزوسيرابي كعلاج مثلا. هلا بالنسبه لموضوع الفراكشنال سي او 2، هو بحد ذاته ما كثير بياثر على موضوع حب الشباب، هو بياثر على الندب التالي لحب الشباب. تمام. هلا التأشير الكيميائي كمان هو خط من خطوط العلاج، بس ما أنا خطوط أولى، هي كلها علاجات مكملة. تمام. يعني هلا كل شيء هي مكمل، ما نوشي دائم ما نوشي دائم أو أساسي أبداً. في العلاجات الدوائية. تماما. تمام. دكتورة، هلا قبل ما نختم موضوعنا لليوم، في العلكة في دراسات عم تثبت إنه يعني الواحد لما بيمضغ علكة على طول عن جد هي بتنقص من إفراز حب الشباب ولا لا؟ ولا هي خرافات كثير بعيدة؟ هلا هي بصراحة ما لها أساس علمي أبدا. هلا انا بدي زعل وسكر بني عم ضربوا مسكوها للدراسه حطوها وما انه ممكن تكون لها اساس. لا بس ما في هيك اساس علمي ابدا لهذا الموضوع. هلا هي للامانه كثير مهمه مشان التركيز، أو ممكن انه بتخفف التوتر. تمام. شوي فوقت اللي عم يخف التوتر المريض اعتبار الامراض الجلديه كلها لها اساس نفسي، فممكن انه شوي عم هن صايرين بالدراسات بصراحه هيك بيربطوا شغلات بشغلات غريبه. طبعاً. بعدين بيطلعوا بس طرف الدراسه انه هيك الموضوع، بس هي فعلا مهمه بما انه بتزيد بافراز العصارات الهضميه، مهمه انه بتخفف شوي. بس هي عن جد بوسطنا الطبي كثير مهمه، بتخفف كثير من الستريس، نقدر نتعامل اكثر مع المريض. دكتوره سلمى عليا، شكرا كثير لوجودك معنا اليوم، عن جد هالمعلومات المهمه.